كتب كثيرة ممكن تمر علينا ونقراها، بس ما أي كتاب بيترك أثر كبير علينا لدرجة أن حتى بعد مرور أكثر من سنة نتذكر الأثر. السلام عليكم وأهلاً بكم في فيديو الكتب المؤثرة. الكتب اللي بعرضها اليوم كتب ورقية، إلكترونية، ولأول مرة سمعية. كل كتاب ممكن يأثر علينا بشكل مختلف، ما شرط يكون مؤثر إنه يخلينا نصيح، ممكن يغير فكرنا أو يفتح آفاقنا، وما شرط كل الكتب اللي بذكرها اليوم حافظتنها من بداية للنهاية لأنها مؤثرة. التقسيمة كالآتي: كتب تأثيرها فكري، كتب تأثيرها عاطفي، وكتب تأثيرها عملي. نبدأ بـ The 100 Dollar Startup. هذا الكتاب لما قرأته بسط لي موضوع ريادة الأعمال بشكل كبير، والقصص اللي ذكرها لمشاريع بدايتها بسيطة ولكن كبرت بشكل ما كان أي حد يتصور. أعطني الحافز أني أفكر بمشروع حلم حياتي، وطبعا لأنه أثر فيني بطريقة عملية كنت أكتب النقاط اللي أحسها مهمة وخليتها مع الكتاب. المنهج: حكمت على الكتاب من غلافه وبصراحة استمتعت بكل مقال أدبي مكتوب فيه، وبسببه بدأت أقرأ الكتب العربية بشكل أكبر. حتى الأمراض خلقها الله لنا لأسباب أبعد من مجرد اختبار قدراتنا كبشر على التمكن من علاجها. خلقها الله لنا كعلامات، كإجابات على بعض أسئلتنا الوجودية الصعبة. في الفترة اللي كنت أحتاج فيها التحفيز الإبداعي، هذا الكتاب كان يؤدي الغرض. ما قرأته مرة واحدة من الغلاف للغلاف، ولكن كان مرجع إلين لما خلصت كل الصفحات اللي فيه. In order to stay in the game, you must let go of your fantasy of perfection. Reasons to stay alive. العنوان يشرح نفسه. الكاتب وفق في طريقة طرحه مع التعامل مع الاكتئاب والوسواس القهري بطريقة جدا جميلة ومرحبة، وساعدتني في التعامل مع أشياء كثيرة كنت أمر فيها في المرحلة اللي قرأت فيها هذا الكتاب. The Marshmallow Test. يمكن شفتوا الفيديوهات اللي يخلوا الأطفال مع حلاوة في غرفة وحدهم ويشوفوا إذا الطفل بياكلها ولا بيصبر. كاتب الكتاب يتكلم عن بداية هذا النوع من الاختبارات للأطفال اللي بدأها من الستينات بشكل ممتع جدا وجميل، لدرجة أني كنت أمسك الهايلايتر معي وأنا أقرأ هذا الكتاب وأحدد كل شيء مهم وكل شيء أريد أشاركه معاكم في يوم من الأيام بعد ما أخلص هذا الكتاب. Wonder من الروايات اللي لامست قلبي بشكل ما كنت أتوقعه. طفل مشوه يتكلم عن معاناته وخواطره، وأهله يتكلموا عن المجتمع اللي عايشين فيه وتأثير المدرسة والأهالي على نفسيته هو وطريقة تعامل الأطفال معه. الكتاب الثاني يحكي القصص من منظور ثلاث أطفال آخرين كانوا موجودين في القصة. قوانين العشق الأربعون عرفتني معاني كثيرة للحب وطريقة إظهارها لله سبحانه وتعالى، للنفس وللآخرين. مذكرات الطفلة آن فرانك. باختصار، من كثر ما أثرت فيني هذه القصة ما قدرت أكملها للنهاية، لأن قلبي ما قدر يتحمل الكلام اللي كنت أقرأ. لما نتكلم عن الكتب اللي في الكندل، قرأت مجموعة جيدة من الكتب الإلكترونية، وأكثر كتاب حسيت أني أريد أشارككم إياه وأثر فيني هو The Girl Who Smiled With Beats. يمكن لأن التقيت بالكاتبة قبل لا ينزل الكتاب وقصتها ظهرت في برنامج أوبرا. تأثير الحرب على أي شخص خصوصا إذا كان طفل شيء جدا مؤلم، والطريقة اللي هي قدرت تطور نفسها وتتعامل مع الوضع مع كل الصعاب اللي مرت فيها شيء لا يستهان فيه. فقررت أني أشتري النسخة المطبوعة عشان أذكر نفسي بقصتها دائما، ولأني على الأقل أقضي 5 ساعات في السيارة بشكل أسبوعي، قررت أني أستغل هذا الوقت أني أسمع الكتب المسموعة من خلال تطبيق ستوريتل. خلال الأسبوع الماضي قرأت كتاب ماري كوندو The Life Changing Magic of Tidying Up. عرفت عنها من برنامجها في نتفليكس، وبالتالي كان ضروري جدا أني أقرأ الكتاب، ولكن أختلف معها تماما في طريقة تعاملها مع الكتب. بس بقية الطرق اللي اقترحتها عملية جدا وتأثيرها النفسي جدا قوي.
تجربة الكتب الصوتية ممتازة، وأنتم ممكن تستمتعوا وتستفيدوا منها من خلال تطبيق ستوريتل. من خلال الرابط اللي بتحصلوه في الوصف ممكن تحصلوا على رمز اشتراك 30 يوم مجاني للكتب الصوتية والإلكترونية بالعربي وبالإنجليزي وكتب الأطفال بعد. كل اللي عليكم أنكم تزوروا الموقع، تحطوا رقمكم وتحصلوا رمز الاشتراك. بعدها افتحوا موقع ستوريتل، اختاروا gift card، redeem gift card، اكتبوا الرمز اللي حصلتوه مع إيميلكم واستمتعوا بسماع الكتب الصوتية في أي مكان في أي زمان من خلال تطبيق ستوريتل. شاركوني الكتب اللي أثرت عليكم أنتوا في التعليقات وسبب تأثيرها بشكل أكثر مفصل. ونلتقي قريبا مع فيديو جديد.